دقس الفلي تنوم مسك فزعته من وتلي للمكاشي مشتاقي بس قبل توجه الجبه وجهاته كمل الاغراض من عند الاسواقي بس نيدي لا تعدى محلاته بل بضايع مرضي كل الاذواقي اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه في هذا الملتقى الجميل تحت شعار بلدك لك ولولدك برعايه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز امير منطقه عسير. في البدايه نرحب بكم جميعا باسم الراعي الرسمي لهذا الملتقى شركه السنيدي فأهلا وسهلا بكم. مساكم الله بالخير جميعا ومرحبا بكم ونسأل الله أن تؤتي هذه الفعالية ثمارها. طبعا أنا واحد من مجموعة، هذه المجموعة تمثلني ويشرفني أني أمثلها اللي هي شركة السنيدي لوازم الرحلات اللي أنا جزء منها وأخواني في جروب كيف الرجال. الفعالية اسمها بلدك لك ولولدك، لها عدة محاور، من المحاور اللي أيدها سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد سلمه الله، أمور تخدم البيئة وتخدم المجتمع. الأمر الأول حفظ الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على البيئة. المحور الثالث محور الإرهاب وخطر الأجهزة على عقول الناشئة، وإن شاء الله بإذن الله بيكون معنا في هذا المحور عدة لقاءات وعدة مشاركات من جهات رسمية. فالبرنامج لكم جميعا والفعالية فعالية الجميع، والله يحييك.
السلام عليكم. أسعد الله مساك أهلا وسهلا مرحبا. طبعا بالملتقى والمهرجان بلدك لك ولولدك يوميا بناخذ أسرتين من الأسر المنتجة المميزة اللي شغل نظيف وأسعار مناسبة وتغطي الطلبات اللي يحتاجون المتابعين أو يحتاجون الأهالي. طبعا الأسر المنتجة اللي نزلة هنا أكلات الجنوبية وأكلات المملكة عموما، فيوميا نبي نختار أسرتين مميزة بإذن الله وننزل أرقامهم لكم لعل الله يرزقهم من واسع فضله، وهذا باب رزق وباب خير لهم والله يرزقهم من واسع فضله. جزاكم الله خير. بسم الله. خلوا على طبيعته. طبعا دقيقة تشرح لحظة. بسم الله واحد اثنين ثلاثة. أنا ما ذكنا ونبي نذوق. ابعدوا يا رجال خلوني ابعد. شكرا لسنيدي راعي هذه الاحتمالية الجميلة. شكرا له في كل مكان له بصمة بيض الله وجهه وشكر سعيد. بيض الله وجه الجميع. نقول بكرة إن شاء الله لا تخلون عند محمد الهوى بكرة وعند السنيدي الضيافة اليومية، وبكرة إن شاء الله عندنا فعاليات جميلة وأمسية بعد صلاة المغرب مباشرة. ونرحب فيكم ونقول بارك الله فيكم وكثر الله خيركم على الجية وشكرا من القلب للجميع. الخوي اللي على الدين نياته، الخوي اللي على هقوات الهاقي بقي سلف اللي تنو بس كيف الزات انوات اللي للمكاشي تمشتاق انوات اللي للمكاشي تمشتاق بقي سلف اللي تنو بس كيف الزات انوات اللي للمكاشي تمشتاق بس نذي لا تعدى